One scientist left. الآن كان يوجد فقط عالم واحد give his opinion. الملك went to the door. هو بهدوء ذهب إلى الباب. He examined it closely. فحصه عن قرب. He met. He tapped it. يعني ضربة خفيفة أو ربته. And touched it. ولمسه. Finally he took a deep, عميق. Breathe, نفس. ودفع. أنتم معي من أول النص ما هيك؟ إيه أستاذ نحن معك. تمام جيد جيد تمام ممتاز بنكمل. رح نخلص النص يلا. بالمقطع الرابع هلا وصلنا. إذا الآن pushed the door gently. دفع الباب بلطف. It opened easily. إنه فتح بسهولة. The king had left. The king. الملك had left. ترك the great door slightly open. ترك الباب الكبير slightly قليلا open مفتوحا. يعني هو ما أغلق الباب. هذا الباب الضخم ضخم مفتوح مغلق بشكل كامل. تركه إذن مفتوح قليلا. الآن the other scientists والعلماء الآخرين hadn't even والعلماء الآخرون لم يلاحظوا أنهم حتى أنهم لم يلاحظوا even يعني حتى ونوتيز يلاحظ لم يلاحظ. في عنا آخر مقطع هلا هي إنه شو الفائدة من هاي القصة يعني شو العبرة بالمقطع الأخير عم خبرنا إنه at last أخيرا I have my scientist exclaimed the king. أخيرا أنا يعني لدي أو حصلت على عالمي. exclaimed the king صرخ الملك أو نعم صاح الملك أو صرخ الملك. success in life success النجاح in life في الحياة depends on five things يعتمد على خمس أشياء. أول أمر first you must depend on your senses. You must depend on your senses. يجب أن تعتمد على حواسك to understand the world. لتفهم العالم. Then هذا one. Two. You mustn't make false assumptions. You mustn't make. لا يجب أن تعمل false assumptions. اقتراحات خاطئة. Three. You must make difficult decisions. يجب أن تعمل أو تتخذ قرارات صعبة. Difficult decisions. Four. You must be courageous. يجب أن تكون أخيراً and you mustn't be afraid to make mistakes. ولا يجب أن تكون خائفاً لترتكب أو ارتكاب الأخطاء. أي واحد ما يخاف إذا أخطأ عادي يعني. About the text. في حدا عنده سؤال حول النص حول هذه القصة؟ طبعا القصة طويلة شوي بس لكن أتوقع سهل ما في شيء إن شاء الله.